مشاهدينا في كل مكان، تحياتي لحضراتكم. لقائنا الأسبوع بيتجدد مع السادة المشاهدين كل يوم جمعة ومصر في أسبوع. الحقيقة عندنا النهاردة موضوعين مهمين. الموضوع الأول اللي هنتكلم فيه هو موضوع بالدرجة الأولى مهم جدا لكل السادة المشاهدين والمتابعين. بنتحدث عن الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي اللي حققته مصر، لكن الأهم بنتحدث عن ده بالتزامن مع برنامج توصيل الغاز للمنازل وتحفيز أيضا المواطنين بمبادرة جديدة اسمها مبادرة التقسيط. مؤشرات عديدة بتشير أن وزارة البترول بتستهدف اتساع في رقعة المستفيدين من الغاز الطبيعي. هنتعرف على هذه المبادرة فيما يخص التقسيط اللي تم استحداثها مؤخرا من وزارة البترول، وآلية تفعيل هذه المبادرة، وكيفية مشاركة أيضا السادة المواطنين في هذه المبادرة، وتفاصيل أخرى كثيرة عن موضوع توصيل الغاز. هيكون ضيفنا الكريم في هذه الفقرة الأستاذ حاتم حماد، رئيس شركة الأقاليم للغاز. لكن بعد أن نتابع هذا التقرير اللي أعده لنا زميلنا إسلام غنيم من هنا في مدينة أبو كبير. ابتدينا الشغل العمل هنا في شهر 2 من العام الحالي، والحمد لله بتوفيق من عند ربنا تم ضخ الغاز هنا بالفعل في مدينة أبو كبير. ومن المتوقع إن شاء الله نحن ننهي المدينة بالكامل آخر العام الحالي 2018، والاستكمالات إن شاء الله هتكون بعد كده في القرى التابعة لمركز ومدينة أبو كبير. باشمهندس، حدثني عن التجاوب من المواطنين، هل هناك إقبال كبير من المواطنين على التعاقدات؟ والله هو كان الاقبال من ساعه ما جينا نزلنا المدينه كان اقبال ضعيف جدا 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 للغايه. ما كناش قادرين نفسر السبب ايه طبعا، هل هو من الكوست او الناس مش عندها ثقافه الغاز او بس بعد المبادره اللي عملها الدكتور مهندس طارق الملا في وزير البترول بتخفيض منحه من الشركه القابضه بتقسيط المبلغ على 6 سنين بدون فوائد، 30 جنيه بس في الشهر، فدي ابتدت تفتح معانا التعاقد بشكل غير مسبوق. يعني انا مثلا كنا فاتحين تعاقد من شهر 2 لحد شهر 7 من العام الحالي ما كناش عاملين 500 عميل، دلوقتي احنا في ابو كبير ما شاء الله واصلين ل 7500 عميل تعاقد. علي جمال أحد المواطنين الذين استفادوا من خدمة الغاز الطبيعي مؤخرا في مركز أبو كبير. أستاذ علي، بنرحب بيك معانا في مصر في أسبوع. يا أهلا وسهلا بيك، منورين حضرتك. تجربة الغاز الطبيعي في المنزل بعد الأنابيب إزاي فرقت معاك؟ إزاي أثرت معاك؟ والله هي وفرت علينا كتير، وفرت علينا جهد، وفرت علينا مصروفات كتير. بالنسبة للغاز فمشروع عظيم يعني. قول لي بقى ايه الفرق بين قبل وبعد؟ قبل كانت الاسطوانه ب 70 جنيه ودلوقتي الغاز هيبقى يعني هو دخل المنازل عن طريق التقسيط ب 30 جنيه في الشهر لمده 6 سنوات. دي المبادره اللي عملها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشركه الغاز والسيد وزير البترول، ودخلوها للناس، سهلت على الناس تركيب الغاز. كانت الاول بياخدوها كاش 2200 جنيه في التركيب مره واحده، ولكن هم سهلوا على المواطن المصري الغاز وخلوه ب 30 جنيه في الشهر لمده 6 سنين. تركيبات الغاز وصلت لك في قد ايه؟ على طول. انا اول ما قدمت في الشركه في المقر بتاعهم في النادي الدولي في ابو كبير هنا، بعدها على طول ما كملوش حاجه وجم اشتغلوا في البيت على طول. هكذا مشاهدينا انتهت رحلتنا داخل مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. تابعنا أعمال توصيل الغاز الطبيعي ضمن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل. إلى أن نراكم، دمتم في أمان الله. شكرا للزميل اسلام غنيم، وبرحب بحضرتك المهندس حاتم محمد عبد الغني، رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركه غاز الاقاليم. تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. طيب احنا بنتكلم النهارده يمكن عن يعني استحداث جديد قامت به وزاره البترول وهي مبادره التقسيط. خلينا نقول الاول، احنا امتى هينتهي بشكل عام تغطيه جمهوريه مصر العربيه بتوصيل الغاز الطبيعي، واحنا محققين نسبه كام في الميه حتى الان؟
تمام. هو الاول بشكر القناه وبشكر حضرتك على الدعوه الكريمه. شكرك. طبعا هي الخطه القوميه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل تحديدا لمتبنيها وزاره البترول. السنه دي كانت بتستهدف توصيل 1,350,000 وحده على مستوى مناطق الجمهوريه كلها. مستهدف طبقا للتصريح اللي كان ادلى به معالي الوزير المهندس طارق الملا في احد البرامج ان احنا مخطط لينا على مدار مثلا خلال 3 سنوات القادمه يتبقى حوالي 3 مليون وحده سكنيه، وتعتبر كده الجمهوريه تقريبا اتغطت تماما بالغاز الطبيعي طبقا للوحدات الصالحه للتوصيل. يعني احنا مش هنقدر نقول ان احنا غطينا كل الوحدات، لان بيتبقى في كل الاماكن اماكن بيتم استبعادها، في اماكن لم يصلها مشروع الصرف الصحي يغطيها الصرف الصحي الحكومي، فبتظل بعيده عن توصيل الغاز الى ان يتم تغطيتها بالصرف الصحي الحكومي بالكامل، بتتبقى بعض الاماكن الغير مطابقه لمواصفات التوصيل. زي ايه بقى؟ لان كتير ناس زي بعض الاماكن الشعبيه او الاماكن العشوائيه الغير مخططه اللي هي فيها الشوارع ضيقه، فيها حالة البيوت متردية، فيها قرارات تنكيس وإزالة إلى آخره، في أماكن ما بنقدرش نمشي فيها بخطوط غاز طبقا للمواصفات المعمول بها في الشوارع عشان ده يمثل خطورة على المواطنين وعلى الأرواح والممتلكات. في حالة البيوت عامة في بعض الأحيان ما تصلحش إن أنا، وأحيانا ما بنلاقيش مسار. يعني أنا أحيانا البيت يصلح شكلا للتوصيل وما لاقيش مسار لمسار الخارج داخلي او خارجي لمواسير الغاز اقدر امشي عليه المواسير بتاعتي طبقا للمواصفات المعمول بيها. فكل دي معوقات بتخلينا ناجل او نقول المنطقه ديت خارج توصيل الغاز الطبيعي للاماكن ديت. خلاف ذلك اي تجمعات عمرانيه جديده بتطلع، يعني حتى بخلاف ال 3 مليون وحده، النشاط الملحوظ اللي في البلد في الناحيه الانشائيه والعمرانيه، اي تجمعات عمرانيه جديده بتظهر بنتعامل معاها سواء على مستوى الاسكان. وده اللي كنت هقوله لحضرتك، ال 3 مليون اللي حضرتك بتتكلم عنهم دول يندرج فيهم المشروعات السكنيه الجديده ولا لا؟ يندرج فيهم الوحدات المخططه اللي احنا اخترنا بيها حتى تاريخه. لكن المخطط لسه المدن المستقبليه اللي بتظهر تباعا بنتعامل معاها كل شركه في المنطقه بتاعتها. احنا بنعمل حوالي 10 شركات في هذا المجال. تمام. كل شركه متقسمه في الكونسيشن بتاعها بتتعامل معاها اي تجمعات عمرانيه بتظهر في المناطق دي. طيب يا فندم، عندنا محافظات معينه ليها الاولويه في محاوله تغطيتها بشكل كامل دلوقتي، وان كان في محافظات ليها الاولويه، ايه هي المحافظات دي؟ لا اعتقد انا كشركه غاز الاقاليم انا بشتغل في اماكن اللي هي المفروض انها بتنال اهتمام الدوله. بشتغل في 4 محافظات. انا بشتغل في صعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا، وبشتغل في محافظه مرسى مطروح، واسند لينا في الفتره الاخيره من حوالي 7-8 شهور 9 مراكز في مدينه الشرقيه، محافظه الشرقيه. تمام. مع شركات اخرى يعني. بالاضافه ان الشركه بتشتغل في مدينه الاسكندريه كمقاول لشركه تاونجاز. في شركات اخرى بتشتغل في باقي الجمهوريه. تقريبا معظم محافظات الجمهوريه باستثناء محافظه الوادي الجديد حاليا متغطيه بالغاز الطبيعي. طب المحافظات اللي حضرتك قلت عليها دي اماكن عمل شركه غاز الاقاليم، بناء على ايه تم اختيارها ان هي ذات اولويه؟ هل فيها مشاريع جديده؟ هل هي محتاجه تغطيه بشكل اكبر ما فيهاش تغطيه قويه للغاز؟ لا، هي المشروعات الاماكن ديت واختيارها طبعا. اولا دي خطه الدوله. تمام. هي اللي بتحدد لنا في كل محافظه لازم نكون متواجدين فيها. وكل شركه واخده اماكن بتوصل فيها، وبعد العمل ما بنقوم باعمال المسح اللازمه في المناطق وبنحدد الاماكن الصالحه للتوصيل وكثافه العملاء فيها، بنبتدي ندخل. والمعيار الاول والاخير اللي بيحكمني ده اجابه على سؤال حضرتك هو مدى قرب هذه الاماكن من المآخذ بتاعه الشبكه القوميه اللي انا باخد منها مصدر الغاز الطبيعي اللي بيغذي المنطقه. يعني كل ما كان المدينه اقرب لمأخذ من الشبكه القوميه اقدر اعمل منه محطه تخفيض ضغط اللي بيغذي المنطقه، بيبقى ده اولويه اولى بالنسبه لي. ثانيا الاماكن اللي تبقى متغطيه بصرف صحي حكومي كامل تبقى اولويه اولى برضه بالنسبه لنا. ثانيا بقى صلاحيه الاماكن دي، الشارع والبيوت والاماكن اللي ممكن نركب فيها منظمات الغاز الطبيعي وخلافه.
وبناء عليه نقدر نقول ان هي دي المعايير اللي حضرتك ذكرتها اللي بينطبق على البيوت او الشوارع اللي مفروض يدخل ليها توصيل الغاز من عدم. بالظبط كده. طيب تمام، نتكلم عن المبادره اللي تم استحداثها حاليا، مبادره تقسيط الغاز للمنازل او لمن يرغب بشكل عام لتوصيل الغاز الطبيعي. خلينا نعرف اولا، هل هذه المبادره ليها معايير ثابته؟ يعني هل الكل متساوي في دفع المقدم والاقساط الشهريه وعلى كام شهر، ولا قيمة القسط يعني، ولا هو الموضوع متغير حسب كل حالة؟ تمام، وبس اسمحي لحضرتك أقول مقدمة قبل التقسيط. اتفضل. إن إحنا كشركات غاز طبيعي، مش شركتي بس، جميع الشركات كانت بتعاني الفترات اللي فاتت دي كلها من قلة التعاقدات اللي هي بتخلينا معوقات تنفيذ الخطة بتبقى كبيرة جدا. كنا فاتحين التقسيط، كان موجود عن طريق البنك، كان في تمويل بنك واللي اجراءات بنكيه وكانت بتاخد وقت وعملاء بتيجي رافض عشان خاطر المستندات بتاعتها مش مظبوطه، بعض الامور معقده طبعا، وكان في نسبه فايده وكلام زي كده، وكان في كاش موجود، كاش او قسط. وطبعا المناطق عندنا بتنقسم منطقه مناطقين، مناطق المشروع ودي العميل بيتكلف فيها 2160 جنيه كانت بتدفع لا اما كاش لا اما عن طريق تقسيط البنك. في الاماكن بقى اللي احنا الشركات كلها اشتغلت فيها وسابتها بعد ما انهت اعمالها فيها تماما ووصلت معظم الناس اللي تعاقدت وسابتها، دي بتتحول لمناطق تسمى مناطق خدمه العملاء، ودي بعد كده بتبقى بالكوست بلس. يعني حضرتك عايزه خدمه بتيجي تقدمي عليها، بيندمن لك مقايسه وتاخدي ثمن الخدمه خلاف التكلفه المقرره اللي هي 2160 جنيه. فبتبقى ازيد شويه. عشان كده كنا بنسارع وبنحس المواطنين، يا جماعه الحقوا وخدوا دوركم في المشروع، استفيدوا بالسعر اللي الدولة دعمها أكتر. يعني هو الدولة دعم المشروع حتى في خدمة العملاء. يعني أنا لو بصيت لتكلفة العميل، تكلفة العميل بتتجاوز 5500 ل 6000 جنيه. ده من غير الدعم. من غير الدعم. العميل بيدفع منها فقط لغير 1850 جنيه، بالمصاريف الإدارية والتعاقد بتبقى 2160 جنيه. يعني ده كاد يكون تلت التكلفة اللي بتتحملها الدولة. حتى في خدمة العملاء بتصل ل 3800 ل 4000 جنيه، ما زالت ستيل أقل من التكلفة الحقيقية اللي المفروض الدولة. هل الدعم ده لسه متوفر، لسه موجود حتى الدعم إيه؟ قائم، هو موجود قائم. موجود. فجت بقى يعني أنا هدي لحضرتك مثال على مستوى شركة غاز الأقاليم. أنا بعمل في الشركة الفترة من أول يناير لغاية 30/6 أو 23/6 اللي هو تاريخ 25/7 اللي هو تاريخ القرار معالي الوزير بالتقسيط. كان كل المتعاقد عندي في الشركة 15000 وحدة سكنية. كان مخطط ليا في الفتره دي تتعاقد مع 46000 وحده سكنيه، يعني نسبه التعاقد كانت لا تتعدى 33% من المخطط ليه. تمام. الى ان اصدر معالي الوزير المهندس طارق الملا القرار بتاع التقسيط ان احنا نقسط ال 2160 جنيه على 6 سنوات بواقع 30 جنيه شهريا بدون اي اجراءات بنكيه، بدون اي حاجه. هم ثلاث مستندات بشكل مباشر مع شركات الغاز، مباشر مع على طول شركات مع الغاز، العميل لشركه الغاز، ولا العميل بيروح لبنك ولا بيجيب اي حاجه. كل اللي بيجيبه صوره من ايصال التعاقد، ايصال المرافق اللي عنده ايا كان كهرباء او غاز او ميه او او اي او تليفونات، بيجيب صوره من عقد التمليك او الايجار وصوره البطاقه الشخصيه بس، وهي استماره بيجي بنملاها له تقريبا احنا كمان، وبتفضل على التوقيع والعنوان يسجله او بنسجله له احنا من البطاقه. منتشرين في اكتر من مكان في الاماكن اللي التزمنا، في توعيه كامله باماكن اللي بيتعاقد فيها المواطنين، بنروح للناس البيوت، فاتحين تعاقداتنا لغايه الساعه 11 بالليل تقريبا عشان استقبال الناس. فبكل الطرق بنحاول نوصل للعميل. مش عايز اقول لحضرتك بعد القرار بتاع معالي الوزير ارتفعت النسبة قد ايه حضرتك بقى؟ يعني انا بقول لحضرتك كانت 15000 وحدة سكنية في 6 شهور. انا في 3 شهور من 25/7 تاريخ اصدار القرار لغاية 25/10 اللي هو 3 اشهر متعاقد معايا 47000 عميل من مخطط الفترة بتاعتي دي. يعني وصلت للمخطط اللي كان محدد لي. انا عديت كده بالنسبة للتعاقدات الست شهور 345%. تمام. طبعا ده له اثر ضاعف من انتاجية الشركة، ضعف من معدلات تنفيذ الخطة. هيبقى له أثر إيجابي برضو على أن ده بيبان في الآخر في صورة استثمار للدولة. ممكن ده يكون فيه يسبب بعض الضغط شوية على الشركات ولا لا؟ يعني جاهزين ومستعدين يعني ده. احنا بص حضرتك طبعا احنا السنة دي عام استثنائي للشركات كلها،
خطة طموحة، خطة غير تقليدية. الرقم اللي احنا بنحاول نوصل له السنة دي ان شاء الله وهنوصل له يكاد يكون مرتين وقد الرقم اللي كنا بنعمله قبل كده. الشركات كلها في تحدي مع نفسها، قابلتنا مشاكل كتيرة والحمد لله معالي الوزير في اجتماعات مكثفة شبه أسبوعية معانا تزللت كل المشاكل والصعاب اللي قدامنا وآخرها قرار التقسيط. تمام. كنا بنعاني من مشكلة في العمالة في بداية تنفيذ الخطة مع زيادة تنفيذ الخطة، بس كل الشركات قدرت إن هي تبتدي تجيب عمالة وتدربها وتقدر تعمل لنفسها بنية تحتية تقدر توصل بيها وتقدر تنهي بيها السنة بشكل كويس إن شاء الله. إن شاء الله. فبنتعشم طيب. إن شاء الله إن كل مجهود الشركات كلها يكون إيجابي ويظهر إن شاء الله في صورة كويسة في نهاية الخطة إن شاء الله. طيب خلينا نتكلم عن المبادرة الخاصة بالتقسيط، لأن ده شيء هايل الحقيقة من الوزارة. حضرتك قلت بحد أقصى ست سنين هتصل تكلفة اللي هيدفعه المواطن أو العميل في الشهر 30 جنيه، يعني هي جنيه في اليوم. يعني بواقع يعني زي ما حضرتك الجنيه اللي هو الفكة ده اللي مش حد بيرضى ياخده دلوقتي. يعني حضرتك لو معاك جنيه فكة دلوقتي وسبتيه في مكان او اديتيه لحد محدش بياخده. صحيح. لو كل مواطن بس شال الجنيه ده على جنب لمده 30 يوم اللي هو محدش بياخده ده خلاص كده وصل غاص طبيعي. طيب في حال عدم السداد بقى، يعني اكيد برضو عشان الناس تبقى فاهمه، انا دلوقتي حطيت اللي هو المبلغ الموجود في التعاقد وتعاقدت مع الشركه على اني هقسط لمده 6 سنين، في حال عدم السداد لمده قد ايه وايه الاجراء اللي ممكن تتخذه الشركه؟ هو الحقيقه احنا ما بنفصلش القسط عن القسط، ما بينزلش لوحده، العميل بيدفعه مباشرة. احنا بنمضي العميل على استمارة في الفاتورة فيها التقسيط وبينزل القسط مع فاتورة مع الاستهلاك. فاتورة الغاز. فبيبقى جزئين، استهلاك حضرتك قد كده كعميل وقسط الشهر وقسط الشهر كذا. فالعميل كده كده يعني هيدفع، واعتقد ان هو مع السعر بتاع الغاز مقارنة بسعر انبوبة البوتاجاز دلوقتي. صحيح. إجمالي فاتورة الغاز مقارنة بالمرافق الأخرى يعني حاجة معقولة جدا جدا جدا، ممكن الناس تتعامل معها بسهولة. تمام. طيب هل بينطبق ده أو المبادرة دي بتشمل بقى الأنشطة التجارية ولا لا ليها وضع تاني؟ لا، هي المبادرة دي لتوصيل العملاء للمنازل، وكان الغرض منها هي خدمة العملاء في الأماكن الأكثر فقرة. اللي هي العميل ما بيقدرش يتعامل يدفع كاش. صحيح. او العميل اللي في مناطق عشوائيه او ساكن في اماكن ما يقدرش يجيب حتى للبنك مستندات ملكيه او المستندات القانونيه اللي تخليه يستفيد بقسط البنك. فجات المبادره لمراعاه البعدين دول. لكن الانشطه التجاريه والصناعيه لها حاجات تكميليه بتتعمل منها للشركات، تسهيلات اخرى مثلا. يعني لو عندي عميل صناعي جاني او عميل تجاري والمؤيسه بتاعته كبيره، تمام، وارد جدا بينه وبين كل شركة طبقا للأسلوب بتاعها ان هو يقسط التكلفة بينه وبينه مثلا على كذا شهر. يدفع مثلا نسبة 50%، وده الإجراء تقريبا المعمول به في معظم الشركات، ان انا دفعه 50% وادفعه 25% بعد كده وانا بشتغل مع تقدم الأعمال. وقبل ما ضخ الغاز يكون مسدد نسبة 25% المتبقية. فبيبقى فيه مرونة برضو. وبالراعي برضو الوضع العام. وبالراعي ان احنا ما نسكلش على الشركات في مقابل ان هم يتحولوا من السولر او المازوت كعملاء تجاريين او صناعيين للغاز الطبيعي. طيب المواطن عشان يتم التواصل مع الشركه، لو انا كمواطن عايز اركب غاز، فبيتم التواصل مباشره مع الشركه ولا في اماكن بيبقى محدد ليها جدول زمني للعمل فيها بشكل عام للمنطقه كلها؟ احنا حضرتك قبل ما بننزل اي مكان بنعمل دعايه كامله فيه. والمحافظات والوحدات المحليه بتبقى موجوده معانا، بنعلن في المساجد، بنعلن في بروشورز بتتوزع على المواطنين ان احنا بصدد دخول الغاز الطبيعي في المناطق، وبنعلن عن اماكن خدمه العملاء بتاعتنا واماكن التعاقدات والمقرات. بنجيب كرفانات في الشوارع متحركه بتتنقل بين الشوارع عشان خاطر تسهل للناس، كل ما نخلص من منطقه يتحرك الكرفان لمنطقه اخرى عشان نسهل على الناس كبار السن بالذات اللي هم ما يقدروش يتواصلونا بسرعه. وهكذا يعني الإعلان والتواجد في وسط الناس هي أكثر وسيلة، مع المحافظات برضو ما بتبقاش بعيد عننا قوي. والوحدات المحلية بتبقى متابعة لينا وبتشرف علينا في أعمال الشوارع وإعادة الشيل الأصل والحفر، فبتبقى المنظومة كلها يعني واخدة الشغل الإعلامي الكافي إن يخلي الناس تبقى مدركة إن في حاجة اسمها غاز طبيعي بتتنفذ عندهم. في ارقام اتصال خطوط ساخنه بتتعامل معاها بشكل سريع؟ طبعا في ارقام طوارئ 129 الطوارئ موجوده في معظم الشركات، خط ساخن
هل دي لو في مشكله ولا لو انا كمان عايزه اقول لك شركه ان انا حابه لا لا اي حاجه يعني لو في طوارئ لو في تسريب في استفسار عن اي خدمه يعني حضرتك احنا عاملين خدمه دلوقتي لو حد اتصل بينا وما يقدرش يجي يتعاقد عندنا هنروح له لغايه البيت بالظبط اقدر اطلب ده بالتليفون من خلال خدمه ممكن وهي اوريدي الناس بتروح على البيوت هي بس الحاجه الوحيده اللي بتبقى معوق ان ظروف الناس ايه بس يعني احنا ممكن نتواجد في فتره العميل فيها بيشتغل العميل فيها خارج المنزل مش موجود فهي بس فترات الالتقاء بيننا وبين العملاء ما تبقاش توقيتاتها مظبوطه شويه بس. طيب تمام حضرتك اتكلمت عن الاوراق او المستندات المطلوبه ليتم التعاقد بخصوص الافراد او المنازل هي نفس الاوراق او المستندات بيزيد عليها ايه في الانشطه التجاريه؟ لا التجاري بيجيب السجل بس ما يفيد ان هو السجل التجاري او الصناعي بتاعه ونفس المستندات تقريبا يعني هو بس ما يفيد السجل وفيه في التجاري والصناعي اللي هو اكبر العملاء حاجة محطها لنا الشركة القابضة للغازات الطبيعية اللي هي بتشرف علينا فنيا وماليا وإداريا اللي هو العميل لازم يجيب الصناعي بالذات عشان بيبقى كميات واستهلاكه كبيرة يجيب موافقة هيئة التنمية الصناعية لأن لكل كيان صناعي موجود في البلد له مقننات أنه الغاز الطبيعي ده لابد أنه ياخد كمية معينة مقننات لوزارة الصناعة يعني قطاع النسيج له كمية كذا من الغاز داخل منظومة من خطوط الشبكة القومية قطاع الحديد والصلب ليه كذا قطاع الكهرباء ليه كذا فبتروح لهيئة التنمية الصناعية بتقنن الكلام ده وتشوف إجمالي الشركات اللي تندرج تحت كل كاتيجوري ونشاط من الكلام ده وتدينا موافقة وأحيانا بتتدخل هيئة التنمية الصناعية تحديد وتزود نسبة الغاز مثلا تزود أو تقلل الكميات المطلوبة على حسب المخصص لكل كيان من الكيانات دي فتبقى هي دي الفيصل بيننا وبين الأخوة الصناعيين وكبار العملاء. تمام طيب نقدر نقول ايه هي اكثر الاقاليم او المدن اللي بتشهد اقبال كبير من السادة العملاء للتعاقد على الغاز دلوقتي؟ والله حضرتك طبعا انا قلت لحضرتك الاماكن اللي انا شغال فيها طبعا انا بالنسبه دي التكليف من الدوله لتوجهات معينه او لاحتياج هذه المناطق تمام. لكن بشكل عام بقى بشكل فردي ايه اكثر الاقاليم؟ بشكل فردي بالنسبه لي كانت مفاجاه ان انا كنت في مرسى مطروح مدينه مرسى مطروح دخلنا فيها الغاز من 2015 من 2015 ل 2018 اجمالي العملاء اللي كانوا متعاقدين ووصلناهم 3300 وحده سكنيه خلال الفتره ديت اللي بقول لحضرتك عليها يعني 3 سنوات اتوصل 3300 وحده سكنيه في السبع شهور دول اللي فاتوا او الخمس ست شهور اللي فاتوا دول انا داخل على اكتر من 4500 وحده سكنيه اتوصلت في 6 7 شهور يعني اللي اتعمل يعني في 6 شهور في 3 سنين اتعمل اكتر منه في 3 شهور بالظبط كده وده راجع لقرار التقسيط برضه لان حضرتك مرسى مطروح تحديدا كنا بنعاني من الوحدات المصيفيه اللي فيها الناس كلها مش مشغوله فكله كله بيأجر انا يعني المستاجر بيجي ما يهموش بالظبط على فتره المصيف فكان فعلا يعني حاجه ايجابيه جدا ان احنا لقينا حتى في ظل المصيف وما زلنا بعد المصيف ما انتهى توقعت ان نسبه التعاقد تنخفض لكن نسبه التعاقد ستيل برضو عاليه وده حاجه كويسه. الجانب الثاني برضو الصعيد كان مفاجاه لينا الصعيد سوهاج وقنا اللي هي الاماكن المحرومه اللي من اساسها معالي الوزير فكر في المبادره عشان تغطيه المبادره كانت اصلا زي ما قلت لحضرتك للناس اللي هي بدات المبادره الاول للناس اللي كان منفذ عندهم شبكات عشان نستفيد ونقدر نفعل الخطة بس ما فيش توصيل للغاز ومش بيوصله يعني خط الخدمة أو الشاكوش واقف على البيت والعمارة ما فيهاش غاز فمعالي الوزير فكر ان احنا نحاول نساعد الناس دي وبعد كده لما لقينا التجربة ابتدت تنجح اتعممت على كل المشروعات الجديدة اللي بيتعاقد في المشروع تمام. وكان لها أثر إيجابي أكتر برضو والقرارين كان الفرق بينهم تقريبا ما كملناش الشهر يعني. طيب فيما يتعلق بقى بالاكتفاء الذاتي اللي حققته مصر في اكتفائها الذاتي من الغاز الطبيعي بشكل عام هل ده لي مردود وانعكاس بشكل كبير عليكم كشركات؟ اكيد طبعا مردوده يعني ايه بقى في الفتره اللي فاتت يعني هقول لحضرتك يعني بكل شفافيه احنا جات علينا فتره من الفترات كانوا العملاء الصناعيين بتوعنا بيشتكوا كتير من ضعف الغاز وخصوصا ان ليهم حصه مقننه وكانوا تعاقدات وكانوا بيشتكوا من ضعف الغاز وانخفاض خطوط الشبكه القوميه عشان جت علينا فتره من الفترات ما كانش عندنا القدره ان احنا نقدر نستوعب كل العملاء تمام طبعا بعد التطور الهائل اللي حصل وتحول مصر انها تبقى مركز اقليمي للطاقه
اعتقد ان احنا داخلين على ان احنا نحقق اكتفاء ذاتي في كل الأنشطة. بالعكس احنا دلوقتي بندور على مستهلكين للغاز، يعني احنا الأسطورة اتغيرت تماما، بدل ما كنا بنقول نقنن ونحاول نقلل من الاستهلاكات في الفترة اللي كانت صعبة ديت، دلوقتي احنا بنحاول ندور على تجمعات صناعية وكبار عملاء وأماكن استثمارية نقدر نضخ فيها شبكات الغاز. ويمكن القرار ده تزامن مع قرار معالي الوزير اللي هو إلغاء الاستيراد من الخارج. ده يدل على ان احنا خلاص تأكيد بقى داخلين على مرحلة اكتفاء ذاتي، بل ان شاء الله يمكن مرحلة تصدير بعد كده. توفيق يا باشمهندس، سعدت بلقائك وبشكرك شكرا جزيلا. المهندس حاتم محمد عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غاز الأقاليم، كل الشكر لحضرتك يا فندم، نورتي. شكرا. مشاهدينا الكرام، فاصل. بعد الفاصل هيكون عندنا فقرة أيضا هامة نتحدث فيها عن النمو الاقتصادي السريع اللي حصل والطفرة اللي حصلت الفترة اللي فاتت فيما يخص الاقتصاد المصري، أسبابه إيه وهياخدنا لحد فين ومردوده أيضا على المجتمع والمواطن المصري. هنعرف كل هذه التفاصيل ولكن بعد الفاصل.